مساء الخير واهلا بكم في حلقة جديدة من كل يوم يبدو ان هناك اطلاق نار كثيف في احدى الكنائس في تكساس ويبدو ان القتلى كثيرين قتلى كثيرين ومصابين كثيرين الان منذ دقائق حادث اطلاق نار كبير في كنيسة في تكساس ويبدو ان الضحايا كثروا يعني ارقام غير مؤكدة حتى الان ولكن نحن نتحدث عن رقم ضخم حادثه كبيره الآن قبل أن يعني نبدأ هذا البرنامج الأخبار ابتدت تتوالى وهنتابع حضراتكم مع الأخبار أهو بيتقال طبعاً ده رقم ضخم جدا 16 في إطلاق نار بكنيسه في تكساس ولما يبقى الخبر الأولاني 16 اعرف ان الرقم هيبقى أكبر من كده عندما نبدأ ب 16 حادثه ضخمه وطبعاً مش محتاجين نتكلم ان دي هتبقى حادثه ارهاب يعني هم يقولوا اللي هم عايزينه ولكن هذه حادثه ارهابيه طبعا يعني هم بقى يفسروا زي ما هم عايزين ولكن كنيسه في تكساس الان دلوقتي وبنتابع مع حضراتكم بحب حضراتكم تبقوا متابعين كل حاجه بتحصل في العالم اولا باول. النهارده كان في مؤتمر الشباب وبعيدا عن الهري والتري والتكلفه ومش عارف ايه والناس والشهداء كل الابتزاز اللي, اللي حصل بصراحه صوره محترمه جميله قدام العالم هذا الوطن في اغلب الاحيان لا يصدر للعالم غير صور قتلى وشهداء ومصابين ومشاكل عندما تأتي دائما الفرصه ان تصدر صوره بمثل هذا الرقي يعني الطريقه المبتكره في القبه السماويه طبعا في اجيال كتير ما حضرتش القبه السماويه اللي هي كانت موجوده في الاوبرا احنا كان عندنا قبه سماويه من الستينات ولكن بهذا التقدم وبالالوان وبالفن ده وبالابهار ده حقيقي كان شيء عظيم النهارده ويكفي ان كل واحد من الثلاث تلاف شاب دول راح ضرب له سيلفي لطيف كده في شرم الشيخ وبعته لو تشوفوا كمية الصور اللي مبعوطة النهاردة عن مصر وعن شرم الشيخ و و وما يعني يقال عن مصر وما يقال عن شرم الشيخ هذا الاختلاط ان انت تشوف هيلين هانت الممثله الامريكيه العظيمه ان انت تشوف مواطن مصري يعمل في الجرافيكس الامريكيه وفي, وفي تصميم الافلام الامريكيه ان انت تشوف شباب مصر جديد وبيتكلم تشوف فتاه ايزيديه عندها مشكله و و و ال وتبكي القاعه ويبكي الرئيس كله متاثرا ان ترى شابا يمنيا يحدثك عن اليمن الذي اصبح تعيسا هذا الاختلاط هذه الخلطه يجب ان تقف امامها بكثير من الاحترام وهذا المنظر هو اللي انت بتصدره للعالم انا عايز اسال سؤال عندما تكون معارضا يعني مثلا حتى اللي عرضه الرسول عليه الصلاه والسلام ضد الدعوه بتاعته ضد كل حاجه بس يجي يقولك ايه كان صادقا امينا يعني لما بتيجي تعارض لازم يطلع حاجه كويسه يعني هو كل حاجه لما تكون معارض كلها وحشه ما المفروض المعارضة دي برضه ليه اصول والتأييد كمان ليه اصول. لما تكون معارض ده وحش وده وحش ده تعالى مرة على حاجة قول والله لا ده فيها مجهود، والله لا ده الناس عاملة حاجة، والله اه دي صورة محترمة، والله مش عارف الناس عملت كذا، لا ده فيه تنظيم جيد للمؤتمر، لا الشباب بتاعنا كويس ان هو بيختلط بشباب تاني كذا كذا يعني اذكر بس مرة محاسن المعارضة بتاعتك. انما ان تكون معارضا على طول الخط ما بتشوفش وحش يا عم كا وحش طب الشهداء وحشين طب الجيش ما يلزمنيش طب الشرطه لا دي قمعيه طب المؤتمر لا ما ينفع طب حاجه ما هو علشان الناس تصدقك في اصول المعارضه يعني انه بيجي وقت تقول ايه لا والله دي حاجه كويسه وبتاع بس ليها ملاحظات انما فكره المؤتمر دي فكره جيده فكره مش اي حاجه فبصراحه النهارده هي فكره جيده فكره ادتنا كتير الناس اللي قاعده بتتكلم عن التكاليف لو كنت صرفت انا مش حاجه اقول لكم زي ما كل الناس بتقول ان الدوله لم تدفع مليما لا احنا عندنا حاجه اسمها ميزانيه هيئه تنشيط السياحه ودي ميزانيه ضخمه بالملايين لا يتم استخدامها بشكل جيد على طول الوقت ففي فرصة انك تستخدمها في الوقت ده وتروج للبلد وتقول للبلد ان احنا عندنا مكان خصوصا ان انت في السيزن يعني انت دلوقتي كل الاجانب واول اخر اللي برا عندهم برد موت عايز يجي شرم الشيخ عايز يجي الغردقه عايز يجي الاسر عايز يجي اسوان فرصة ان انت في بداية هذا الموسم تقول للناس ولما لا تأتي الى مصر ولم لا تأتي الى مصر يعني يقعد المواطن الانجليزي كده يبص لمراته يقول لها ويل جانت وي شود جو تو ايجيبت او يقعد المواطن الامريكاني يقول لها ايه hey, واه مومن Why واي وي دونت جو تو ايجيبت والتاني الفرنساوي يقول لها لو كار شامي او oh, فابيروس وبتاع وحي... كل واحد يبص للبلد ويتمنى ان يكون موجود في هذا البحر في هذا المكان كل الشباب اللي موجود دول عندهم اهالي وعندهم فولورز وعندهم هدو... مش انت بس اللي عندك فولورز ومش انت بس اللي بتشوف البلد وجه. فانا شايف النهارده انه بدلا من تصدير دائما صورة للبكاء وصورة لأن هو ده الواقع بتاعنا وترى علم مصر خفاقا وترى الشوارع جميلة وترى الدنيا حلوة. واحد يسأل يقول لك ايه؟ يقول لك ولكن احنا عندنا يعاني الناس في أماكن أيوه طيب ما هو ده معمول علشان لا يعاني الناس في أماكن كثيرة عشان يجي لك سياحة يجي لك عملة صعبة الناس تشتغل مطاعم تفتح مطاعم تشتغل فنادق تعمل بتاع يعني أنا كنت قاعد مع رجال أعمال يوم الخميس اللي فات أغلبهم ناس عندها استثمارات في شرم الشيخ قال لك احنا يعني فولي بوكت كلهم مليانين و ومت واغلبهم على فكره متبرع بالغرف للشباب يعني واحد منهم لا داعي لذكر اسمه قال لك واخدين مننا للشباب 250 غرفه 250 واحد منهم بس علشان الشباب ينزل في اوض وبتاع ويبقى موجود في شرم الشيخ ويبقى موجود في كل الحوادث ليه لان هو نفسه الشباب دول وهم نازلين يعدوا على المطعم ادينا سندوتش ادينا بيبس عايز مش عارف ايه ما بياكل وبيشرب سا... ما هو قاعد كان فاضي ما هي السياحه يا دوبك شغاله او هكذا نظن يعني انما الفكره في ايه؟ انه مش كل شيء هيتم عمله في العالم هو لازم يكون ايه؟ ما نحطه في المجاري حطينا 30 سنه فلوس وراحت في المجاري 30 سنه كل المعونه الامريكيه اللي جت لمصر راحت في المجاري واتحطت في المجاري والمجاري ما اتصلحتش اعطيني صنارة ولا تعطيني سمكة احنا عايزين حاجة تقوم البلد صناعة السياحة صناعة المطاعم صناعة النقل صناعة الطائرات صناعة المطارات صناعة الصراحة. كل هذه الاشياء تبقى موجودة عندك وتعطي هذا الشكل المب طب تخيل النهاردة انت لو قاعد بتتفرج على الحفلة ديت ولقيتها مملة غير مبهرة يطلع اتنين تلاته كده يقولوا كلمتين ويقوموا ويمشوا وصورتين على مصر نحط زي كل مره الهرم ويطلع الراجل بتاع التنوره يلفها انما انت النهارده عملت حاجه مبهره تنظيم جيد عدد كبير من الرؤساء والزعماء عدد كبير من الشباب جايين في العالم، عدد كبير من الشخصيات المميزه كل الناس دي موجوده اخواننا اللي جايين من الامارات واخواننا اللي جايين من فلسطين واخواننا اللي جايين من السعوديه واخواننا اللي جايين من كينيا واخواننا اللي جايين من كولومبيا اخواننا اللي جايين من نيكاراجوا انت كنت هتشوف الناس دي كلها فين وكل دول جايين عشان يقولوا للعالم احنا في مصر اسم مصر ده انت النهارده عشان تدفع كام عشان تكرره تدفع كام عشان تدي الانطباع الجيد ده في ناس على فكره لما بنقابلهم بره هو متخيلنا قاعد في الصحراء لغايه النهارده هو فاكر ان انت بتركب جمل واخبار الجمل ايه اقول له والله انا عندي جمل جميل جدا بركنه قدام وهزر بقى معاه انك تركب مع تاكسي يقول لك اخبار الجمل ايه فهو يعرف ان هذه دوله مش دوله الجمل مش دوله الجمل خالص دي دولة فيها تكنولوجيا فيها شباب فيها ناس عايزة تعمل حاجة دولة عندها طموح دولة عندها تتق... عايزة تتقدم صورتك قدام العالم مهمة تصديرك لصورة معينة مهمة كل اللي يقولك ايه طبعا كل الناس بتسأل ايه ده علشان بس ما حدش يفهم غلط النهارده احنا هيكون عندنا مطبخ بدوي محترم في آخر الحلقة عندنا لقمة كده على ما على حاجه صغيره يعني شيء يعني يدوبك كده عاش في الاخر، فده الشاي بتاع الاخوه البدو، علشان بس ايه؟ ما يعني ما حدش يفهم ان الكوبايه دي فهم خاطئ يعني، عشان انا عارف كلها دقيقتين والقى الميديا كلها، فاحنا النهارده عندنا واحد خطاب لقمه كده على مقوسهم، حاجات بسيطه كده من اللي اخروا في زغنن شويه فطير مشلتت شويه مكرونه مشطشطه شويه يعني شويه طبيخ حلوين يعني النهارده ان شاء الله احتفالا بمؤتمر الشباب احنا حبينا برضه نحتفل احنا بطريقتنا احب عندنا شباب جايين لنا من يعني الطريق الصحراوي في مدينة أو قرب مدينة اسكندرية شوية حاجات كده نقعد نمزمز بالليل لقمة خفيفة كده برضو تعرفين في العشاء أنا بحب دايما العشاء يبقى خفيف فالنهاردة عندنا عشاء خفيف إن شاء الله من خطاب زي ما انتم شايفين في القتيل اللي قاعد هناك ده اللي نايم على جنبه ده يعني هنقعد نفدخ فيه كده الغلبان ده الصغير ده الصغير ده, السغير ده فيعني ايه هنقعد بس نلعب معاه شويه كده ونشوف طعمه عامل ازاي وخطاب عدد من الخطابه هيكونوا موجودين معانا النهارده يشرحوا بيعملوا خروف عشان لك يا سيدتي لو تحب تعملي خروف في البيت يعني. فبصراحه از سعدت بصراحه از انبهرت بصراحه ان انت بتقدر تنقل الناس بتوعك للعالم ان يرى الناس ما حدث في اليمن ان يرى الشاب ال اليمني وهو بيتحدث عن اليمن السعيد وما حدث واستقاله المدرسين وما في تعليم وما في ناس بتروح المدارس وما بقاش في كل هذه الاشياء هامه جدا بص شوف تكساس فيها ايه هذه الصوره التي تصدرها تكساس اليوم للعالم كنيسه يتم الاعتداء عليها ومقتل 16 حتى الان وانت اليوم على سبيل التغيير انت كان عندك ستاشر على فكره الاسبوع اللي فات انت اليوم على سبيل التغيير تقول للعالم لا انا عندي صوره تانيه شوف الفرق بين الصوره دي والصوره دي انا عندي صوره تانيه انا عندي الصوره دي ايضا ولكن عندي صور اخرى الحياه تستمر الناس بتقف على رجليها يعني الانسان اللي بيفكر انه يعمل استثمار في مصر وسط الاحداث اللي في المنطقه و و اخره اما يشوف الكلام ده يقول لك لا برضو انا روح عايز استثمر في مصر عايز اعمل حاجه نشوف حاجه في السياحه نشوف حاجه في مش عارف ايه نشوف حاجه في الزراعه يكلم ساحر نصر يقول لا ايه اللي عندكم ايه الملفات اللي موجوده طب ما تيجي نعمل شويه توليد كهرباء ما تيجي نعمل محطه شمسيه ما تيجي مش عارف نعمل ايه طب انتوا التعداد عندكم قد ايه طب انتوا عدد الشباب ال 60% دول بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيروحوا فين وبي ازاي احنا عايزين نعمل حاجه عايزين نتعاون Let's توك انت بتبدع حوار انت بتعمل تواصل مع العالم فلما الصور بتاعتك دي تبقى موجوده في كل حته دون ان تدفع مليما تدفع مليما للناس اللي بره احنا طبعا دافعين هنا انا راجل واقعي جدا وبحب اتكلم صح ولكن هذه الميزانيات موجوده عندك، هيئه تنشيط السياحه، وزاره السياحه، وزاره الزراعه، وزاره الصناعه، عندها كلها ميزانيات للترويج، بتخش وتشيل ويشيل معاك عدد من رجال الاعمال، ويشيل معاك عدد من رجال السياحه، لان رجل السياحه ده مستفيد، يعني انت الحمد لله دلوقتي عندك الغردقه وشرم الشيخ، يخلص مؤتمر يجي مؤتمر، يخلص معرض يجي معرض، يخلص تجمع يجي تجمع. الاسم بقى على الديستنيشن، يعني انت بقيت ديستنيشن، انت بقيت محطة أنظار ناس اللي عايزة تيجي في سياحة عايزة تيجي تعمل مؤتمر عايزة تيجي تعمل كل ده أنت بتحاول تخلق وجهة يعني في وجهة سياحية اقتصادية موجودة أنت تحاول تعمل فيها حاجة هو ده اللي احنا عايزينه وده الشيء الجميل اللي احنا بنقدر نعمله اه ده بكام تدفع فيه كام انما هو طبعا هو في استغلال عبقري ناس غلبانه ومتضايقه ومش لاقيه تاكل والمرتبات بتاع، فالواحد يجي يقول لك ايه؟ طيب هو المبلغ اللي انتوا عملتوا بيه المؤتمر ده يجيب كم جهاز مش عارف ايه في المستشفى؟ ترد عليه وتساله وهي الفلوس اللي ضاعت من 2011 لغايه دلوقتي تجيب كم جهاز في المستشفى؟ تعمل كم مدينة طبية الفلوس اللي ضاعت من 2011 لغاية النهاردة لان انت بلد اتهبدت في الارض فبتحاول ان انت تزغزغها بالنص كده مهما صرفت مهما عملت اللي راح راح يا والدي وراح فلوس وطارد فلوس وهوت ماني خرجت و و و و وفلوس انت كنت محوشها وفلوس كنت بتستثمرها كله خرج وسابك ومشي. أرجوكوا لا تستغلوا لا تستغلوا مشاكل الناس، حلوا مشاكل الناس. اما تحصل مناسبات زي دي تكتشف ان انت عندك اللي بيعرف ينظم اللي بيعرف ينور. اللي بيعرف يغني اللي بيعرف يرتب اللي بيعرف يقعد اللي بيعرف يعني الله ده انت ده انت مش رايح تجيب بقى خبراء أجانب لأ ده انت عندك ناس بتعرف تعمل حاجات يعني لما تيجي تعمل شيء دقيق يبدو عالميا يبدو عالميا عندك المذيعة المحترمة التي تجيد اللغات عندك الناس اللي بتعرف تلبس هدوم كويسة عندك الناس اللي بتعرف تتكلم عندك الواجهة بتاعتك يعني هذا وطن مش مش ميت، هذا وطن عنده قدراته وعنده مواهبه وعنده الحاجات اللي يقدر يعملها، وعنده الأشياء اللي يقدر يقدمها، هي بس فكرة إن أنت تقدر تحط كل التوليفة دي وتحط الناس دول كلهم في بوتقة صحيحة وتذهب للعالم ويقولك لك This is Egypt، هذه هي مصر. هذه هي مصر. هو ده المطلوب، إن أنت تدي صورة جيدة. غير صور الزباله وصور الارهاب وصور الضرب وصور مش عارف ايه ومشاكل الـ 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 حقوق الانسان ومش عارف مين اللي حصل له ايه وايه البتاع وريجيني ومانيني وفينيني وكل الحواديت دي طول الوقت هو ده اللي بيطلع من مصر فيوم ما تيجي ربنا يكرمك وتطلع صوره حلوه تروح انت تشارك في هاشتاج بالانجليزي وتبعت لهم الصور الزباله تاني في مصريين باساميهم الحقيقيه عملوا كده ان احنا هنبعت صور الزباله برضو هنبعت صور المجتمع اللي انتم مش عايزين اه ذس از هي دي مصر طب يا عمي خلي الناس تاكل هو يعني الفلوس اللي هتيجي دي هتروح للرئيس او هتروح يعني هتروح لحد في الحكومه ما هي للشعب في النهايه للناس العائد اللي راجع ده هيروح لمين عجبته عجبته حقيقي حقيقه يعني للناس وطريقه تفكيرها وعاملين زي حكايه جحا وابنه بيركب الحصان يقولك لك ايه ده ده الاثنين راكبين على الحصان ما ينزل مع الحصان يقولك لك ايه ده دول ماشيين جنب الحصان لما يركب ابنه يقولك لك اه ده ركب ابنه وهو اللي ماشي جنب الحصان لما يركب هو وينزل ابنه يقولك لك ايه ده ده سبب ما في حاجه هتعملها غير وتطلع غلط انما تلقى برضه وسط ده كله شباب زي الفل وزي الورد قاعد يبعت صور حلوه قاعد يكومينيكيت يتصل يحاول يتكلم مع الناس اللي جايه كل واحد عنده سؤال يقوله على حاجه ياخده يعزمه على اكله ياخده يودوه يوديه في سفاري في شرم الشيخ يوديه اكله صغيره زي اللي احنا عاملينها النهارده يعزم الناس على حاجه يبعت للناس ايميل يبعت للناس صوره يعمل لهم انستجرام يعمل يعني في كمان ناس بيحبوا البلد بيحبوا البلد عايز البلد تبقى حلوه يعني حتى الضيوف اللي جايين اتبعت لهم من هنا اه بعض الناس اه تويتات اوعى تيجي مصر مش عارف فتجيلك الست الكينوت سبيكر بتاعك هيلين هانت وجت خافتش وقعد وجت عملت وعملت عملت الكلمه بتاعتها وسط شرم الشيخ وسط الناس و... على فكره يا جماعه نحن نقوم بهذا العمل بصعوبه شديده جدا وسط ظروف صعبه جدا لكي تؤمن خمس سته الاف بني ادم في لحظه واحده وربنا يستر ويسلم ربنا يستر ويسلم فلازم تعرف الناس اللي واقفه حوالين في الجبال حوالين شرم الشيخ، الناس اللي واقفه على الطرق، الناس اللي واقفه على المعابر، الناس اللي واقفه على الدخول، الناس اللي واقفه على الاماكن بتاعه ولازم كل الناس لا تشعر بضيق، يعني ما توقفهمش طوابير عشان تفتشهم ما تعمل لان دول شباب وعايزين ينبسطوا وعايزين ينطلقوا وعايزين وعايزين، فان انت تعمل عمليه بالشكل ده بتبقى صعبه جدا. مساله صعبه فعلا. ان شاء الله نتابع المؤتمر ده رجليه وبقدر اعمل حاجة وبقدر اصدر للعالم حاجة وانا معاك وانا مشارك معاك النهاردة الرئيس اول ما افتتح الكلام قال انا بأرسي حقا جديدا من حقوق الانسان هو حق مكافحة الارهاب وهو الان في العالم هو حق الحقوق هو حق الحقوق أه طبعا الحقوق الاخرى هامه وحقوق الانسان هامه وانه الانسان لا يهان هام وان الانسان لا يعتقل هام وانه الانسان يتعامل كويس هام وانه الانسان في السجون لا يتم اهانته هام, هام وانه لا يختفي قسريا هام كل شيء هام ولكن هناك حق كمان ظهر في العالم الان وموجود وسطنا هو حق مكافحه الارهاب ده من حقوق الانسان اللي هو موجود في تكساس بقى شوف هيعملوا ايه في تكساس انا وأنتو انا وانتوا شوف هيتعمل ايه النهارده والرئيس مش موجود رئيس ترامب في جولة في جنوب شرق آسيا طبعا احنا لسه ما سمعناش اذا كان قال الله اكبر ولا ما قالش انتوا عارفين دلوقتي بقت هي دي صاي ده هو العملية اللي تبقى ارهابية ازاي لو الراجل اللي عملها قال الله اكبر لو قال الله اكبر تبقى ارهابية لو ما قالش الله اكبر ما تبقاش ارهابيه فلغايه دلوقتي ما سمعناش أي أخبار ما عرفناش بالظبط ايه الموضوع. خلينا نسمع جزء من كلمة الرئيس السيسي النهارده في الافتتاح وارجع لحضراتكم اقول عندنا ايه؟ هنعمل ايه النهارده؟ عندنا شوية أخبار كويسة عندنا لقمة على قسم زي ما قلت لكم حاجة بسيطة كده أنا بفكر حتى في الفصل اخد لي فطيره صغيره كده لفها لفه حلوه مع حته جبنه لغايه اما يجي انتوا عارفين في بيبقى فيه ابيراتيف يعني ابيراتيف يعني اللي ايه؟ اللي هو يعني فاتح للشهيه في الاول ففطيره من دول ممكن تفتح الشهيه علشان في عندنا القتيل، القتيل موجود كمان، فالقتيل ده كمان عايز يتدفن على اخر الليل ان شاء الله وزي ما حضراتكم عارفين هذا البرنامج بيقدمه مذيع واحد فللاسف اللي بياكل مذيع واحد يعني ممكن نطلب من رجاء النهارده انها تشاركني علشان تساعدني بس بس طبعا اللي انتوا شايفينه ده ربع الاكل اللي أنتوا شايفينه ده ربع الاكل علشان يا بس نعرف نتعشى عشا, عشا سمبل خفيف لطيف كده نقدر ندخل الباقه على قلوبكم بحس ان الفقره ديت بتبقى مهمه جدا لاخواننا المصريين في الخارج بيبقى عندهم شوق كده وسعاده للاكل المصري وبيبقوا بيدوقوه يعني انا بدوق انا اقعد تفتكروا ان انا باكل عشان بحب الاكل اوعى تفكروا ان انا باكل كتير علشان مثلا الاكل بالنسبه لي لا خالص انا باكل عشان ده شغل وعلشان اخواننا المصريين في الداخل وفي الخارج اللي بيتفرجوا علينا ويسعدوا بهذه الفقره الجميله اللي احنا دايما بنحاول نعملها ولكن بنحاول ننتقي اشياء مميزه جدا واحد خطاب النهارده هتكون عندنا نشوف الاول آه كلمه آه نشوف ايضا كاملة كلمه الرئيس وزي ما قلنا لحضراتكم انه آه في مطبخين شغالين النهارده يعني في مطبخ جوه ومطبخ بره بيجهز الحاجات عشان تبقى لقمه بسيطه كده نسمع دلوقتي كلمه الرئيس وارجع لحضراتكم تاني عشان عايز اكلمكم في حاجه